ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، في الحلقة الجديدة مع الشيخ العلامة محمد الفزازي. اسأل والشيخ الفزازي يجيب. مجموعة من الأسئلة التي وصلنا بها طيلة أيام الأسبوع من داخل أرض التراب، من داخل التراب الوطني وكذلك من مغاربة الخارج. يوم أمس طرحنا 5 أسئلة على الشيخ الفزازي أجابنا عليها. اليوم عندنا فقط 4 أسئلة غادي نطرحوها على الشيخ الفزازي وغادي يجاوبنا كذلك عليها. أولا، جمعة مباركة شيخ فزازي. تحية طيبة لك الأخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. نواصل الإجابة عن أسئلة السائلين وأسأل الله عز وجل التوفيق. أول سؤال من الأخت حنان من مدينة برشيد، قالت لك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش مدة من الزمن في المدينة في يثرب، وكانت له أكثر من 520 خطبة، خطب يعني من الخطبة من الخطب. أين هي هذه الخطب، خطب الجمعة اللي كان كيتلو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 520 خطبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. من الواضح ومن المؤكد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مدونة، كلها محفوظة، كلها قوبلت بالعناية البالغة، العناية التامة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا حركاته وسكناته، وأنه حك رأسه، وأنه في الجمعة فعل كذا وفعل كذا إلى آخره. هذا الأمر، هذا السؤال أثار الكثير من اللغط وتدخل فيه من يحسن ومن لا يحسن، لكن الظاهر طبعا إذا كنا نبحث عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة الفلانية يوم الجمعة الفلاني في التاريخ الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية، فإننا لن نجد، كما أننا لا نجد بأن هذا الحديث الصحيح قاله يوم الفلاني في السنة الفلانية في المكان الفلاني إلى آخره. قد نجد بعض الإشارات أنه كان في مكان كذا. إذن النقطة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين غاية الاهتمام بأقواله وأفعاله بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله. وإذن المنطقي والذي يرتاح إليه القلب أن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا هذه الخطب كما حفظوا الأحاديث، كما حفظوا الأفعال، كما حفظوا التروكات، كما حفظوا الهمومات حفظا. ولذلك بقي أن نقول بأن أولا صحيح في حوالي 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة أزيد من 500 خطبة، هذا كله في المدينة النبوية الشريفة. كل ما جاء في تلك الخطب هو موجود في الأحاديث الصحيحة وفي السنة الصحيحة. ماذا يوجد في خطبة الجمعة؟ يوجد فيها الأحكام، الحلال، الحرام، المواعيد، ديروا ما تديروش عندكم، هذا كله موجود في الأحاديث الصحيحة. إذن أين ضاعت الخطب؟ لم تضع. أولا الصحابة كانت عندهم همة، كما قلت همة قوية جدا، وكانوا يحفظون. أحد السيدة الصحابية قالت أنا والله ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما يردد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. سورة قاف. واش كتقصد أن ما كانش لا سيباراسيون، يعني ما كانش، يعني الصحابة نقلوا داك الشيء كان ممزوج مختلط، خلطوا كل شيء وجابوه. لا، شوف الصحابة رضي الله عنهم أولا كانت عندهم قريحة قوية جدا، يعني كان همهم هو الدين الإسلامي، هو العقيدة، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يأخذوا العلم ليس من المدرسة ولا من الجامعة والصبرة والطباشة والإنترنت، كانوا يأخذون العلم من منبعه الصافي، يأخذون العلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، يعني وهذا يسمى السماع. السماع كاين 8 ديال السماع إلى الوجادة. السماع هو أعلى مراتب التلقي وأعلى مراتب الأداء، فإذا هم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب التلقي، أنهم كلما نطق النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظونها عن ظهر قلب. اليوم غير الاطفال لا يحفظون الاغاني والمطولات والاشعار والعجم العجب، يحفظون اسماء اللاعبين كره القدم وميسي شحال فيه من كيلو وشنو كيمشي وفين تزوج وفين طلق وفين شحال كيربح وشحال والصباط وشحال من نمره، يحفظون كل شيء، لان الاهتمام بشيء يجعلك تقبل عليه. فهؤلاء الصحابه كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من انفسهم،
إذا كانوا ينقلون عنه كل شيء كل شيء، وإذا لم تضع كلمة واحدة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الخطب كلها مبثوثة وموزعة في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. غير هي ما يعني كما إذا كانوا يبحثون عن وثائق فيها كذا كذا. نعم. لم يكن يخطب بالورق، الصحابة لم يكونوا يسجلون الورق، كان يتكلم هذا شفويا ارتجالا، رجل يوحى إليه بأبيه يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والناس يتلقون ذلك بكل شرف. يعني هذا هو الصعوبة، باش أن الناس ما يقدروش يعرفوا فوقاش هذا الكلام اللي قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، واش هو قالوا كخطبة للجمعة ولا الأخرى ولا أنه كان جالس بشكل عام هذا الكلام، يعني ما يقدروش يفرقوا، يقدر يكون عادي وكيتكلم وبعض الخطب ويقدر يكون في جمعة كتكون كيف نفس الكلام نفس بعض الخطب والمواعظ لها مثلا خطبة عرفة، خطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. نعم. والخطبة ديالو يعني الصحابة يحفظونها عن ظهر قلب. طيب كيف حفظوها؟ كيف؟ ذهبوا للمدرسة وحفظوها، كانت مكتوبة في المقرر، حفظوها من مباشرة بالتلقي. نعم. سؤال آخر من عند الأخت زينب من مدينة خريبكة، قالت لك الصلاة الإبراهيمية، معروفة الصلاة الإبراهيمية، قالت لك أنا حائرة في أمري، هل عندما بحثت هل فعلا نزلت الصلاة على سيدنا محمد؟ وهل الصلاة مرتبطة برحلة الإسراء والمعراج أم أن الصلاة نزلت على سيدنا إبراهيم؟ أولا ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ نعم. الصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله، عندما نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله السلام، أما السلام فقد عرفناه، يعني عرفنا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ما قال لهم لا أزول لا بونجور لا صباح النور لا صباح الفل لا صباح الورد لا والله لا والو، السلام، هذا السلام قد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ ده سؤال، فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، إذن هالأمر جاء، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو كما قال الرسول، هناك روايات كثيرة ولكن دائما تدخل في هذا السياق، هذه التي تسمى الصلاة الإبراهيمية لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء ذكر فيها، وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله كما صلى الله عز وجل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، فإذا لذلك سميت بالصلاة الإبراهيمية لأن ذكر إبراهيم فيها. نعم. كما الصور في القرآن الكريم، سورة البقرة لأن البقرة ذكرت فيها، إلى آخره، سورة النمل لأن النمل ذكر فيها، سورة النحل لأن النحل ذكرت فيها، وهكذا. إذن هي تقصد الصلاة العادية اللي كنصلوها جميعا، واش هاد الصلاة واش هي مرتبطة فعلا الصلاة الظهر العصر المغرب ولا شيء؟ نعم. لا لا، هذه الصلوات فرضت فوق من فوق سبع سماء. كيف وضح لي باش اللي كيتب. فاذا هذه ليست هي الصلاه الابراهيميه، الصلاه الابراهيميه هي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، على هذه الصلاه الابراهيميه. اما الصلوات الصبح الظهر العصر المغرب والعشاء فقد ورد بذلك الروايه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات عند في المعراج، واش كان عددها خمسة فعلا؟ لما فرضت 50، لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى فوق سدرة المنتهى، فانت تعلم ان دائما اذا ذهبت عند الكريم ضيفا عند الكريم فانك لا ترجع بخف حنين كما يقال، لا بد ان ترجع بهدية، تمشي لعند الملك غادي ترجع بيدك خاوي، والله ما ترجع بيدك خاوي، ملك الارض الله ينصره ويحفظه ما ترجعش بيدك خاوي، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشى عند ملك الملوك غير رجع بيدو خاوي ما رجعش بيدو، فاعطاه الله عز وجل اعظم هديه واكبر هديه وهي الصلوات، ففرض على الامه 50 صلاه، لكن كما تذكر الروايات انه خدا ذاك ال 50 صلاه ولكن كيتعرض له سيدنا موسى عليه السلام اظن، كيقول له ماذا اعطاك الله؟ يقول له اعطاني 5، الأمة ديالك لن تطيق ذلك، ارجع فاسأل الله عز وجل أن يخفف. وبدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد 45 40 ويطلع حتى بقوا 5.
فحشم النبي صلى الله عليه وسلم السعي وقال استحيى النبي صلى الله عليه وسلم قدك الخمسة. فقال له الله عز وجل في معنى الحديث إنه لا يبدل القول لدي. رفرت عليك 50 غتبقى 50، ولكن الأمة ديالك غدير 5 وأنا نكتبها لها 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها. عشر أمثالها. تصلي صلاة الله عز وجل يكتب 50. فإذا هي ما لا علاقة لها بسيدنا إبراهيم عليه السلام ولا بسيدنا موسى ولا بسيدنا أي نبي. نعم. هذه الصلوات فرضت في المعراج على النبي صلى الله عليه وسلم هدية من الله عز وجل، فرضها الله عز وجل على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والهيئة والكيفية هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ما غاديش نبدا نقول على الصبح 2 ركعات والظهر 4 المغرب 3 وعلى الصبح بالجار والمغرب 2 بالجار وحده بالسير وعلاش العصر غير بالسير. هاد علاش وهذا الشيء هذه أمور توقيفية كنقولوا فيها سمعنا وأطعنا وكنمشيو على بركة الله. نعم. وليد من تازة قال لك ابن أخته الابن أخت ديالو في عمره 17 سنة. الحقيقة أن هذا الشاب وهذا يعني هذا الولد ليس ابنها الحقيقي، تبناته من الخيرية الإسلامية حسب ما قال، فهل مفروض شرعا أن تخبره بالحقيقة مع العلم أنها لا تريد؟ المفروض. يعني هذا أخته ولدها في عمره 17 عام، فهو ماشي ولدها غير متبنياه، يعني مربيها متبنياه، وهو كيطرح عليك سؤال واش الشرع كيفرض انها خصها تخبر هذاك الوليد بانه راه ماشي ولدها راه تبناته، مع العلم ان هي ما باغاش اصلا تخبره، ما يعرفش هذا الشيء. ماشي الري ديال هذا الشيء، الامر اللي فيه شرع ما فيهش الهوى. نعم. ما فيهش الرغبه النفسيه، هذا فيه شرع. نعم. شرع. هو تيسولك الشرع شنو قال؟ الشرع قال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بمعنى أن الإنسان ينسب إلى أبيه. نعم. إذا عرفنا أباه وإذا لم نعرفه فهو أخ لنا في الدين. طيب الآن هذا ولذلك التبني محرم في الإسلام بكل تأكيد، التبني محرم. فلما أولا هذا اذا بقي غادي تدخلوا في الحاله المدنيه، هذا زور، هذا زور، هذه شهاده زور مكتوبه مطبوع عليها شهاده زور، دير له الحاله المدنيه بوحدو هذا مستشار، هذا مقبول، هذا راه معمول به. طيب غادخلوا في الحاله المدنيه مع ولكن السلفي زازر احنا في المجتمع ديالنا كاين المراه اللي عاقر ما كتولدش، واحد العدد كبير اللي كتلقاها بحكم ما عندهاش الاطفال وهذا كتمشي تبنى واحد الطفله ولا واحد الطفله وكتربيه وكديروا في الحاله المدنيه. اذا هذا شوف كونها تربيه وتحسن اليه وتقريه وتكسيه وتوكله وكي غادي تقريه هو ماشي بالاسم ديالها مثلا ولا بالاسم، ما تدخلوش في الحاله المدنيه. زعما الا دخلته الحاله المدنيه غيولي ولدها. لا على الاقل لا من اجل على الاقل انه هي دخلته الحاله المدنيه، هي دخلته الحاله المدنيه وشهدوا لها 40 مليون المغاربه، ولدها ماشي ولدها. واذا الاسلام كيمشي مع الحقيقه، مع الجوهر، مع 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 الحق، مع الواقع. الواقع ان هذا ماشي ولدها. ولكن واحد الوقائع اخرى هي بعض المرات كتكون واحد الطفل ولا واحد الطفله تبناه شي شخص معين، الام اللي كتربيه مثلا لمده ديال 20 عام ولا 25 عام، واخا كيعرف الام ديالو الحقيقيه كيقول لك انا الام ديالي هي اللي ما كيهمش. نعم. ما كيهمش، كيحبها ويقول لها امي وما كيهمش، كل ذلك مزيان والله يقوي في المحبه. لكن الحقيقه انه ماشي ولدها. والحقيقه خصو يعرفها. واذا بقى في الحاله المدنيه غادي يورث. والا ورث غادي يدي الحق ديال الاخرين اللي هو شرعي. مثلا دابا لا عرف لا هي خصها تقول له، يعني خصها تقول له. نعم. هو الا كبر دابا كبر وناضج وكذا، يعني باللين وباللطف وكذا، او شو شي فقيه ولا شي حد يقول له بالتي هي احسن، خصو يعرف الحقيقه. علاش غادي يعيش؟ لماذا سيعيش في الوهم في هذا الكذب؟ لماذا يعيش في الوهم؟ وهذا لا ينقص من محبته لها ولا من محبتها له. هو مستمر في الحب والمحبه والعنايه، الله يبارك. لكن على اي اساس؟ على اي اساس انه ماشي ولدها؟ نعم. فلما والا سيكون تزويره. طيب لنفرض ان السيده عندها 2 ديال الاولاد من 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 بطنها ومن الاب ديالو، وهذا الثالث سالت
غادي يموت الاب غادي يورثوا ثلاثه، غادي يكون هذاك الثالث كيدي الحق ديال الاخر اللي لا حق له في ذلك. ولكن بوحديتو ما يوراش، يعني ما عندهاش شي. ولكن كاين واحد القضيه له الوصيه، فتصور ذاك الاب ممكن يوصي له بثلث بغا، وغادي غادي يدي اكثر من الاولاد. فالوصيه دين، الوصيه شرع، حق من حقك توصيه طبعا، يعني واخا ما يكونش ولدك. من بعد وصيه يوصي بها او دين، فالوصيه من الدين كذا يعطيه، لان المال اللي عندي الان دابا مالي نعطيه لمن ما بغيت. هذاك الولد اللي كنربيه دابا نشبر واحد 50 100 مليون ونعطيها له، يزول لي شي واحد؟ لان المال مالي، عندما اموت ذاك المال ما بقاش مالي ولا تركه. اذا الفرق ما بين ملكي وما بين التركه، ما دام ملكي اتصرف فيه كما اشاء، وذاك الولد اللي مربيه نبدا نعطيه اكثر من ولادي الاخرين كامل، انا حر في مالي. لكن ونخلي له الوصيه اصلا، اذا مات كذا هذا الولد هذا انا كنعطيه الثلث في الملك ديالي، ياك. لا يحل للاولاد باش يقسموا التركه الا بعد اخراج الوصيه والدين، يحيدوا الوصيه والدين لهذا الجه، عاد يقسموا اللي بقى من بعد وصيه يوصي بها او دين. اذا هذا الولد هذا اللي احنا كنشوفوه راه يقدر يدي كثار من هذوك اللي غيورثوا اضعافا مضاعفه. طيب ولا بغى يعطيه كل شيء؟ ما كيسلي حتى حاجه، انا الملك ديالي، عندي جوج ثلاثه الدراري وانا كنملك واحد الملك، وذاك الملك كامل بغيت نعطيه انا لهذا الولد هذا اللي انا مربيه. شحال ما كيسلي، حيت الانسان حر في 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 ملكه، ولكن عندما مات عندما يموت ليس حرا في تركته، اللهم الا من باب الوصيه. فكنخرجوا الدين اللي كان الناس كيسالوه، وكنخرجوا الوصيه لانه وصال بنت عمه، وصال واحد كان مربيه، وصال واحد الخدامه، وصال مول الحانوت صديق، واحد صاحبي كنحبوه فقير وكذا، وخليت له وصيت وليدات التركه ديالو منين نموت انا هذا السيد هذا راه عطيوها 10 المليون. نعم. اذا كما قال الشيخ الفزازي الشرع كيقول انا خص ضروري الام ديالو تقول له الحقيقه، تبلغه في الحقيقه ويعرف الحقيقه، هادشي اللي كيقول الشرع والدين الاسلامي. في اخر سؤال من مصطفى من ديار من مصر من مدينه الاسكندريه، مغربي مقيم بالاسكندريه، قال لك اسال مجموعه ديال المشايخ في مصر فواحد سؤال معين ما اقتنعش بالاجابه، فيهمه معرفه راي الشيخ الفزازي في هذا السؤال. لماذا يكفر اهل السنه الشيعه والعكس صحيح؟ لماذا يكفر كذلك اهل الشيعه السنه؟ يعني السنيون يكفرون الشيعة والشيعة يكفرون السنة. قال لك ألا يخلق هذا التكفير المتبادل شكا في النفوس؟ أولا ما شاء الله إن العلماء ديال مصر كاملين، الشيوخ ديال مصر، ماذا وما يكونش تقول كل شيء ولكن البعض. واخا أولا خصنا نعرفوا باللي الإمام ديالهم الخميني كفره، ولكن هو راه علاش سولك راه مغربي انا ماشي علاش متبعك السي الفزاز. الامام الخميني الذي يسمونه اماما كفره علماء المغرب واخرجوه من مله الاسلام، وذكر هذا التكفير الحسن الثاني عليه الرحمات المتتاليه على شاشه التلفزيون، العالم كله سمع هذه الفتوى من فمي الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه خميني. علاش هذا التكفير؟ التكفير انا طلعت على كتاب صديق الخميني، صديق حميم، عارف صديق حميم كيسافروا بجوج وينعسوا بجوج ويركبوا بجوج وينزلوا بجوج، فيما مشاو كيمشيو بجوج، وحتى هو عنده آيات الله، آيات الله راه كراد، آيات الله مرتبة دينية بحال إذا قلتي الماريشال في الجيش. نعم. هذا مسمي آية الله موسى الموساوي، تاب إلى الله من الشيعة والتشيع، وكتب كتابا سماه لله ثم للتاريخ، فيه 16 عقيدة شيعية كل وحدة تخرجه من الملة.
بمعنى ان موسى الموساوي اللي كان صاحبه ديال الخميني واللي حتى هو آية الله جاب 16 العقيده اللي كيامنوا بها الشيعه وكل وحده تخرجهم من مله الاسلام. من جمله ذلك ان القران محرف. الشيعه عندهم القران محرف. من جمله ذلك البداءه، ان الله عز وجل بغى يدير شي حاجه ثم بدا له ان يفعل كذا فغير رايه. الله النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عنده الاراء. من جمله ذلك اتهام وهذا ما ذكرهاش، ما عندهم غير 16 احنا نجبدوا لهم 1000. اتهام عائشه ام المؤمنين بالزنا والفاحشه رضي الله عنها وارضاها. هذا مخرج من المله. مخرج من المله تماما. علاش؟ لماذا من اتهم ام المؤمنين بالفاحشه عائشه رضي الله عنها يخرج من المله؟ يخرج من المله لانه كذب الله. والله عز وجل برأها في سورة النور، برأها، برأ عائشة أم المؤمنين في أكثر من 10 آيات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي تولى كبره، هو اللي صنع، هو اللي حبك هذا الفيريا، هذا الإفك. طيب لما تقول عائشة كذا والله عز وجل برأها من كذا فأنت تكذب الله، وتكذب الله مخرج من الملة. لا. ثم زد على ذلك، نحن من أين نأخذ ديننا؟ من القرآن والسنة. طيب الشيعة يأخذوا ديننا، يأخذون دينهم من القرآن والسنة فيما يزعمون. القرآن بماذا نفهمه؟ نفهمه بما عندنا من أئمة كتب التفسير، كبار علماء التفسير، مثل القرطبي، ابن كثير، الطبري، ما نعرفياش، الفخر الرازي، القاسمي، دجداد، طاهر بن عاشور الى اخره. هؤلاء الائمه في التفسير هم لا يؤمنون به. يعني كتب التفسير عندنا ليست هي كتب التفسير عندهم. ولكن واحد المساله اللي بلاتي ما تقطعنيش. نعم. كتب التفسير عندنا ليست هي كتب التفسير عندهم. هما عندهم ما نعرفياش عند واحد البلعه ديال التخربيق ياك؟ نعم. واذا العلم الذي عندنا نحن يخالف العلم الذي عندهم هم. كتب الحديث عندنا هم لا يؤمنون بالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والامام احمد والمسند، لا يؤمنون بذلك. فاذا الاحاديث عندنا ليست هي الاحاديث عندهم. علماؤنا ليسوا علماءهم. كتبنا ليست كتبهم. فقهاؤنا ليسوا فقهاؤهم. صحيح. واذا ديننا ليس دينهم. اذا كان ديننا ناخذه من هذه الجهه، هذه الجهه عندهم باطله كامله. ولكن هو كامل الاسلام. وهم عندهم اشياء اخرى نحن لا نؤمن بها. نعم. واش غادي نقولوا السي فيزازي على كاين واحد الطرف اخر ما غاديش ما نعطيوش السميه لان كان طوائف كثيره داخل الدين الاسلامي، ولكن حنا نتكلموا على هذا بالضبط اللي من يقولون يطرحون هذا السؤال، لماذا يكفر أهل السنة وأهل الشيعة من يؤمنون فقط بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة؟ باعتبار أن السؤال اللي كيطرحوه الحجة اللي كيجيو بها كيقول لك إلا كان القرآن كامل، إلا كان القرآن تخلق كامل، إلا كان القرآن كامل فلماذا الحاجة للسنة؟ القرآن ما تخلقش. نعم، أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس نعم. عرفتي الفتنة اللي دازت على الإمام أحمد بخصوص خلق القرآن. القرآن علاش خلق القرآن؟ القرآن ليس مخلوقاً لأن القرآن كلام الله. نعم. إذا كان القرآن كلام الله ومنزل على سيدنا محمد وكامل، فلماذا الالتجاء إلى السنة؟ ولماذا نكفر أصلاً الناس اللي ما كيأمنوش بالسنة كيأمنوا غير بالقرآن؟ اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله وما بغاش يقول أشهد أن محمد رسول الله كافر بإجماع المسلمين. اللي قال لا إله إلا الله وما بغاش يقول أشهد أن محمد رسول الله كافر بإجماع المسلمين الأولين والآخرين إلى يوم الدين، ما فيش كلام، لا خلاف في ذلك. اللي قال القرآن وما قالش السنة كافر بإجماع المسلمين. ما لماذا؟ أنا ناقش الكثير من رؤوس هؤلاء الملاحدة. ولكن انت بالطريقه هذه كتعترف ان الشيعه ليسوا كيف؟ كتعترف بشكل غير مباشر ان السنه ليسوا كفار باجماع المسلمين. اهل السنه ليسوا؟ اهل الشيعه، انت كتقول لحقاش الشيعه حتى هما كيامنوا بالقران وبالسنه
وتوما يجمعون على ان الناس اللي كيامنوا غير بالقران وما كياملوش بالسنه كفار. لا هم لا يؤمنون بالسنه التي نؤمن بها. هم صنعوا سنه انا الان شوف بلات من جنة. نعم. الامام علي يكون ما معنى الشيعة انهم تشيعوا الامام علي رضي الله عنه؟ نعم من شيع علي لحسب المعركه ديال صفين وما جرى فيها. الامام علي كان سنيا ام شيعيا؟ الامام علي كان سنيا قبل منه عثمان بن عفان كلشي كان سني. ايوا منين جات الشيعة؟ جات بهذيك المشكله دابا مع النغاره. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات الصلاه والسلام عليه بقاو موراه الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كاملين كانت السنه. حتى الخلفاء الراشدين لما جاء ابو بكر الصديق وحكم الامويه والعباسيه في عهد ابو بكر الصديق واش كان الشيعه ولا السنه؟ السنه. عمر الخطاب السنه. عثمان بن عفان السنه. علي رضي الله عنهم جميعا السنه. واذا الشيء التشيع الى ان طرا ذاك الحدث ديال المعركه اذا التشيع جاء من بعد صفين. اذا احنا خرجناه بالقواعد. اما هاد صناديد المرتدين هاد الكفره بالله هم اصلا ملاحده ما عندهم علاقه بالقران. هم ينتحلون صفه القرانيين من اجل الطعن في السنه. ومن يطعن في السنه فقد طعن في القران. هذا تحايل. اذا القران في عشرات الايات التي تحثنا على السنه. العشرات. على كل حال يستشهدون يقول لك قال الله عز وجل في مطلع سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. كتاب هذا السمعة صحيح البخاري والكتاب غا واحد. ويستشهدون بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. حتى انني قلت واحد عدو الله قلت له ما فرطنا في الكتاب من شيء. قلت له القران فيه كل شيء. فيه كل شيء. قلت له كاين الشوكولاط في القران. الشوكولاط ماروخا كاين في القران. كاين العصير دلافوكا في القران. كاين السيارات والطيائر والانترنت والبورتابل والايفون والنوكيا كاين في القران. ولكن حتى السنه ما فيهاش كل شيء. دابا حنا كنقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم حتى كل شيء كاين في القران. نعم. هذا الكويز القهوه مع السر كاين في القران. لا بالمنطقه اللي كتكلم بها السي الفزازي الا قلنا القران ما فيهش كل شيء وان السنه كتكمل وكتشرح فحتى السنه ما فيهاش كل شيء. السنه شوف السنه مع القران فيه كل شيء. السنة والقرآن لأن السنة هي مفسرة لمبهم القرآن. هي مقيدة لمطلق القرآن. هي مفصلة لمجمل القرآن. القرآن قال وأقيموا الصلاة. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. شنو هي أقيموا الصلاة؟ قلب لي على القرآن في الصبح جوج ركعات ورجع ولا خمسة صلوات المغرب ثلاثة جبر القرآن. القران هو باش نمشيو للمغرب. لحظه لحظه حبه باش ما نهربوش على لحظه هو قال لك عقل على سؤالك. نعم. عقل على سؤالك. مرحبا في سوره التوبه انما يعمر مساجد الله من امن بالله. اللي كيمشي للجامع يعمر بيت الله هو المؤمن ياك. انا باش نمشي للجامع خصني نسمع الاذان. الاذان ما كاينش في القران. ولا غندخل الجامع ندير تحيه المسجد ما كايناش في القران. ولما غتقام الصلاه إقامة الصلاة ما كاينش في القرآن. والإمام القدام والناس اللور متصفين الصفوف ما كاينش في القرآن الكريم. طيب وغنصلي العصر أربعة الركعات سران وما بين جوج ركعات نجلس نتحي والتشهد ما كاينش في القرآن. إذا فين ما فرطنا في الكتاب يمشي فين هي؟ إذا هو سؤاله بخصوص قال لك هذه المسألة واش ما كتأديش إلى تشكيك إلى أن النفوس تولي فيها واحد النوع من الشك. ها؟ قال لك واش هذه المساله ديال التكفير البعض ديال البعض داخل الدين الاسلامي واش ما كتاديش واش ممكن تادي؟ هالغلط هالغلط. احنا قلنا داخل الدين الاسلامي. يعني مثلا شوف يقدر مثلا هذا الاخ اللي تكلمنا عنه من الديار المصريه من الاسكندريه يطرح عليك سؤال ويمشي يشوف مثلا واحد الشيخ اخر في مثلا شيعي ولا شي حاجه ويتاثر. هو انت عطيتي ادله فعلا ولكن باش كتنصحه؟ هو شوف اولا لما حنا كنغلطوا لما كنقولوا من داخل الدين الاسلامي شي كيكفر شي. الروافض هم خارج الدين الاسلامي. نعم هم كذلك يقولون انك انت خارج الدين الاسلامي. فليقولوا نحن شوف كيقولوا علينا احنا خارج الدين الاسلامي. فليقولوا. نعم. عند الله تجتمع الخصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي. وفي الروايه الاخرى الصحيحه كتاب الله وسنتي. العترة ديال النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بآل البيت منهم. احنا يسمون نحن نسميهم روافض لأنهم رفضوا عقيدة الإسلام ورفضوا الخلافة الراشدة رفضوه ويكفرونه. يكفرون. ولكن الشركة في ديانات أخرى. والصحابة ماشي كيكفروا الفزازي. نعم. ولا طارق.
عفوا هذا الشيعة ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. صحيح. ويكفرون أغلب الصحابة، أغلبية الصحابة المهاجرين والأنصار اللي قال فيهم الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. هذا المشكل ما كاينش غير في التاريخ ديال الديانة الإسلامية، كاين حتى في التاريخ ديال الديانة المسيحية، بلا ما نتكلموا كذلك على تاريخ الديانة اليهودية، ولكن المسيحية تحديدا في هذه المسألة، لأن في تاريخ ديال الديانة المسيحية والبداية ديال المسيحية الكاثوليكية كانت انشقاقات داخل الكنيسة الكاثوليكية، انشقاق الكنيسة الأنجلوساكسونية وكذلك البروتستانت وغيرهم، وكان الكنيسة الكاثوليكية تكفر والآخرون لا يكفرون، وباعتبار أن الأصل هو كذا، وأصل هو الكاثوليك والبروتستانت أو الأرثوذكس أو غيرهم هم كيتسموا هرطقة أو مهرطقين بهذه المنطقة، لأنهم خارج يعتبرونهم خارج دين المسيح. نفس الشيء بالنسبة للإسلام، لا ماشي نفس فالسنة تعتبر الشيعة. لا انت من خلال كلامك قلتي بان الشيعه ما كانتش ليست هي الاصل، وجات في واحد المرحله معينه، هو الشيعي كيقول لك ما كانش، وبالتالي هذا اسال الشيعي عن ابو بكر الصديق رضي الله عنه، واش كان سني ولا شيعي، سالوا هذا الشيء اللي ذكرته السيدي الفزازي. ربما نديروا شي حلقه خاصه على هذا الموضوع ونتكلموا، لان فعلا في التاريخ ديال المسيحيه، في التاريخ ديال الانشقاقات اللي كانت داخل الديانة المسيحية وداخل الكنيسة الكاثوليكية، وآخرها كان هو البروتستانت جون كالفان فرنسا ومارتن لوثر في ألمانيا وغيرهم من البروتستانت اللي أداوا هذه الانشقاقات داخل الكنيسة اللي أدت لشك المجتمع الأوروبي، ومن بعد بانتنا العلمانية وبانتنا أشياء أخرى داخل المجتمع الأوروبي. هنا السؤال اللي طرحوه راه عميق، ماشي سهل باش أننا نتكلموا عليه، أن ربما هذه الشكوك داخل الفكر الإسلامي سواء شيعة أو سنة ربما يؤدي إلى شك الإنسان أو الإنسان المسلم، ويؤدي إلى أن الناس تبدا تبعد على الدين، وبالتالي خصنا واحد نأسسوا واحد الحصانة معينة لهذه المسألة هذه، وما يعتبروهاش مسألة سهلة. أولا المقارنة بين الإسلام والنصرانية مقارنة غير صحيحة، لأن النصارى عندهم أزيد من 100 إنجيل، أزيد من 100، وما اتفقوا إلا على 4: إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا. ماركوس، إنجيل لوقا. نعم. واللي في هذا ما كاين الملك لويس. لحظة. واللي في هذا ما كاينش في هذا. صحيح. إحنا ما عندناش 4 القرآنات أو 1. ثالثا أن الأرثوذكس دين، والبروتستان دين، والكاثوليك دين، وكلهم عندهم، والأقباط دين، وكلهم عندهم ديانة ديالهم، كلهم عندهم الإصحاحات ديالهم والآيات ديالهم والأحاديث ديالهم، هادو ماشي هما هادو، ولذلك يكفروا بعضهم بعضا. احنا لا، احنا هل المالكية يكفرون الشافعية؟ الشافعية؟ هل الشافعية يكفرون الحنابلة؟ أبدا. نعم. بل يعتبر هؤلاء علماء الإسلام يختلفون في الفقهيات، في الاجتهادات، كذا، شيء طبيعي جدا. لكن الشيعة خارج، الشيعة هؤلاء الروافض هو خارج ذاك الدائرة الإسلام. احنا في الإسلام كنختلفوا؟ لا، احنا ما عندناش مسلمين أصلا. إذن هناك فرق في كما قال الشيخ فزازي، حسب وجهة نظر الأستاذ العلامة الشيخ فزازي، هناك فرق في المقارنة بين الديانتين المسيحية والدين الإسلامي. الشيخ فزازي، وصلنا نهاية ديال هذه الحلقة الشيقة، إن شاء الله نتلقى يوم الخميس والجمعة المقبلين. إلى هنا مشاهدي الكرام، كان هذا كل ما بجعبتنا من أسئلة، نتمنى أنكم طرحوا أسئلة جديدة طيلة أيام أسبوع، نطلق من اليوم وطيلة أيام أسبوع القادم باش نطرحوها على الأستاذ الشيخ الفزازي. إلى هنا مشاهدي الكرام تتنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء. شكرا لك طارق، شكرا للإخوة المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. موعدنا يتجدد الخميس المقبل حوالي 7 مساء أو 6:30 إن شاء الله. إلى ذلك الحين أكثروا من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.